بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة ميدي أن تيفي على الاستضافة. فيما يخص مصطلح التنمية، أي دولة في العالم من تبغي تدير التنمية خاصها تدخل ثلاثة نتاع الشركاء، أولا الدولة، ثانيا المجتمع السياسي وهي الأحزاب السياسية، وثالثا هو المجتمع المدني. لا يجب إقصاء المجتمع المدني من أي حركية في المجتمع. المجتمع المدني في المغرب مازال ما عندوش القيمة ديالو الحقيقية كما في الدول المتطورة. المجتمع المدني مازال بعض الأحزاب، أقول بعض الأحزاب، كتشوف فيه أنه هو اللي غادي يدعمها للانتخابات. المجتمع المدني هو اللي غادي يعبد الطريق للوصول إلى التسيير. ولكن أنا من هذا المنبر نقول أن المجتمع المدني هو فعال ويجب إشراكه في جميع المحطات، في جميع محطات التنمية. يعني هذا يعني أنه أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما جدا، لا يمكن لأي فرد أو لأي مسير أن يستثنيه. فيما يخص مدينة وجدة، هل أنتم راضون على تسيير المجلس الجماعي؟ التسيير في نظرنا نحن كمجتمع مدني، من المؤخذة ديالكم على 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 المجلس الحالي؟ كاين قسم، احنا التسيير كاين قسم، لأن نحن كجمعية خدمنا هذه شحال في مدينة وجدة. كاين قسم جوج نتاع الشق الأول والشق الثاني. الشق الأول المجلس القديم اللي كان قديم، كان صراحة كان يستثني المجتمع المدني إلا بعض الجمعيات التي كانت. ففي التسيير الجديد لاحظنا أنه كما ذكر الأستاذ بن قدور أنه في المخطط الجماعي للتنمية تم إشراك المجتمع المدني، وإن لم أقل 80% 90% نتاع الجمعيات المجتمع المدني الوازنة، يعني اللي الصوت ديالها كيوصل للشعب والساكنة مدينة وجدة. طيب من هذه الناحية، أن المجتمع المدني عنده واحد شوية نتاع الرضا على هاد السير. ولكن في فيما يخص الحسابات السياسوية، نحن لا نهتم بحسابات السياسوية، نحن نريد تنمية مدينتنا التي أعطاها صاحب الجلالة نصره الله الأولوية وخصها بمجموعة من المشاريع التي جعلتها في مصاف. طيب سمعوا السي حجيرة، شنو كتردوا على هذا الكلام؟ سي بن قدور، باش نكونوا صراحة، سي بن قدور كيقول ست شهور وقفت المدينة، فعلا طبيعي. الإخوان في المعارضة واحد الوقت كما في الديمقراطية العالم كله كان صراع بين الأغلبية والمعارضة. واحد الوقت تجاوزونا العدديين الأغلبية، ولو هما اللي كيصوتوا، واللي كيصوتوا عليه هو اللي كيدوز، لأن الأغلبية ولات أقلية والأقلية ولات أغلبية. وجات الميزانية ودزنا للتصويت ورفضوها. بمعنى المعارضة كانت آنذاك تعرقل، رفضوها التنمية ديال في وجدة، رفضوها. رفضوا الميزانية. يعني عندهم الأغلبية كانوا كيرفضوا لها. غير بين قوسين اليوم ما رحناش في هذا المنطق، اليوم تفتحت صفحة جديدة ولينا في التعاون، وكل شيء كان تشاوروا فيه، وكثير من الأمور اللي كانت توافقوا عليها. هادشي حنا كنهضروا على واحد الحقبة دازت. برفض الميزانية احنا مرتبطين، هاد كاين بعدا واحد الخلط، راه تعبيد الطرقات وبزاف البرامج ما عندهم علاقه مع البرنامج ديال التنميه البشريه. برنامج ديال التنميه البشريه بوحدو، كاين برنامج ديال المدينه وديال اعاده الهيكله وهادو بوحدو. يعني بمعنى التنميه البشريه عندها برامجها، وهذا البرنامج الكبير ديال المدينه ديال وجده جا صاحب الجلاله في سنه 2010 وقدمنا له المبادره الملكيه. يعني شي بغى يقصد المبادره، جا صاحب الجلاله نصره الله، المشاريع كلها هي عباره عن المبادره. جا صاحب الجلاله نصره الله، وجينا حنا من دخلنا للمدينه ديال وجده في التسيير، لاحظنا باللي كاين خصاص كبير من في الطرقات، كل شيء طرقات تقريبا في الاحياء في واحد الصفه ديال تدهور ديال ما بين 80 50 30%. وقدمنا لصاحب الجلاله الاقتراح ديالنا ووافق عليه، وسهر على الامضاء ديال الاتفاقيه اللي حنا عطينا فيها 15 مليار سنتيم عبر القرض ديال التجهيز الجماعي. انا جاي باش نراجع الميزانيه، غير نتكلم غير على القضيه ديال انا راجع هادشي علاش راجع. وعطات وزاره الداخليه 10 ديال المليار، و8 ديال المليار وزاره الاسكان انذاك، و2 المليار وكاله تنميه الاقاليم الشرقيه. ولكن هاد الشيء جا بمبادره الجماعه، هي اللي جمعت هاد الشركاء باش يساهموا معها. وفي هذا الاطار وفي هذا الاطار باش نقول لك، من ترفضت الميزانيه
قيل هذاك الناس كل سنه ديال القرض ديال وزاره اللي كتديروا القرض اللي كتعطيه لنا كيجتمعوا باش يعطيوك القرض خص يكون عندك ميزانيه. بما ان ما كانتش عندك ميزانيه ما قدرناش ناخذوا ذاك القرض فهاد الاطار ديال 2000 فهاد الاطار فهاد الاطار تتهمون سيد حجيره باهدار المال العام والتفريط في مداخل الجامعه وضعف المبادره ديالكم في مجال الاستثمار. هادشي اتهامات جاهزه. شتي شد كل مسؤول في المغرب وفي العالم ويقول اهدار المال العام. فاش هضرنا هذا المال العام خصومكم كيعطيو ال 200 مثلا تفريط في سوق الجمله اللي اصبح سابينه مثلا المكتب الوطني ديال الصيد سوق الجمله اللي كان كيدار على مداخل الجامعه يعني الشيء الكثير. هذا سوق السمك سوق السمك عموما مع المعارضه تقدر تفصل في هادشي سوق السمك. انا من جديت المسؤوليه لقيته تبدا ولقيته قبل ما نجي انا بدا وكنت دائما كنراسل وكنقول لهم هذا السوق ما عنده حتى شيء ارتباط مع الجامعه اليوم وما عنده حتى شي صبغه قانونيه. طيب فيما يخص طريقه تفويت حامه قاشور على مساحه هكتار واللي فوتها سي حجيره بثمن يقول الخصوم ديالكم بثمن هزيل اتفاقيه كتمدد 33 عام. محامه من قاشور حلت في الثمانينات ومين جيت انا جبرتها مكريه ومفوقتي عمرها ما تكرات وانتهت المده في هذا 21 نوفمبر ومين انتهت المده حبس وسدينا حمام القاشور. ما هضرت مال عام ما كريت ما عطيت غير باش نتفاهموا. كنا واحد الوقت في المجلس الجامعي بغينا انه نديروا واحد المده اضافيه باش يدير استثمار هذاك السيد وصوتنا ومشات لسلطه الوصايه ورفضت لانه داك الشيء اللي درناه ما كانش يستجيب للضوابط القانونيه. طيب فيما يخص عمرها ما فيما يخص المشكل المطرح العمومي الذي يقال بانه تم تفويته بطريقه مشبوهه وكيعرف اختلالات كبيره مطرح العمومي هادشي كله اللي كتقولوا لي لا هادشي انقل لك ما تتداوله بعض الجهات. المطرح العمومي ديال وجده كيفاش داز ماشي انا اللي كنت مسؤول ولكن اللي كنقول لك بانه مطرح عمومي نموذجي كيجيو الدول الاجنبيه والمدن الكبرى في العالم وكتجي وكتمشي تزور على اساس انه اول مطرح في المغرب اللي كينتج من البيوغاز اللي كيعطيه النفايات كينتج الطاقه الكهربائيه اليوم كينتج لنا 12 ميجاوات اللي كتعطي الضوء 20,000 نسمة. كيفاش داز؟ واش كاين تلاعبات؟ هذا هو المشكل الحقيقي اليوم في المغرب. الاتهامات جاهزة. هذا فساد، هذا الدار، هذا تفوت، حمام القاشور، هادشي لا علاقة له بالحقيقة. هادشي كله اللي قلتيه واللي قالوه لك ما عنده حتى علاقة مع الحقيقة. حمام القاشور مكري هذه من 86 انتهت المدة، سوق الجملة المداخل ديالو هبطت بشكل كبير. علاش؟ الربيع العربي والربيع العربي عند بزاف د المغاربه هي الفوضى والسيبه. الناس ما بغاوش يدخلوا لسوق الجمله. سوق الجمله ماشي انا اللي كندخل الناس، خص نتعاونوا مع السلطه المحليه وتوقف في المداخل وجده. طيب معنا غير باش تقدموا في النقاش غير باش يكون المداخل نقصت لان كاين واحد الجو ما ساعدش باش تدخل المداخل. هذا لا يعني انه كاين ملاحظات، خصهم يكونوا ملاحظات صحيح. ولكن هذا الشيء طيب تجاوزات ما خصهمش يكونوا. سمعت سي يوسف واحد الكلمه قلتوها وانا ما متفقش عليها. كاين الاختلالات لانه عند المغاربه لا غير باش هادشي ماشي تنقولوا حنا شي تداول حنا اليوم جمعناكم باش نوضحوا الصوره فقط. راه الفساد اليوم عند المغاربه هو شفاره. طيب الا كاين السرقه خص الناس تمشي للحبس. طيب نستمعوا نقولوها بالجرائد نستمعوا للرد ديال سي زكا فيما يخص الاختلالات بين قوسين اللي كيرفضها سي حجيره. انا تنقول كاين سوء يعني كاين سوء ديال التدبير ديال هذه المرحله هذه. باش نوضحوا المصطلح اش كتقصد بسوء التدبير؟ سوء التدبير بمعنى انه رئاسه المجلس والاخوان يعني اللي المتعاونين معهم يعني كان عندهم اشكال في العمليه ديال التدبير. اولا في فهم ديال القوانين، ثانيا في التعامل مع الميزانيه، ثالثا في التعامل مع المرافق ديال الجماعه الى شنو رايك استاذ زكاف واحد غادي نرجع ليها ولكن قبل من هذا الشيء يعني غادي نحط بعد المعارضه يعني في واحد السياق لان قلت واحد الكلام ديال يعني دير الاعصاب الرويضه او المعارضه من اجل المعارضه كما يدعى. شوف العداله والتنميه انه المنهج ديالها والتصور ديالها والفكر ديالها ما يمكنش دير هاد النوع من المعارضه. انه حنا تنديروا معارضه اقتراحيه يعني في قوه اقتراح صح حنا قوه يعني داخل المجلس منسجمين الى غير ذلك ولكن قوه اقتراحيه يعني مدعمه يعني للعمل داخل الجامعه. وهذا الشيء تيتجلى في واحد العدد ديال الاشياء اللي نقدنا فيها يعني المجلس من واحد العدد ديال الاشكالات. قلت تكلمت على حامه بن قاشور
ونعطيك واحد العدد ديال الامثله، حامد بن قاشور يعني الهزام الى غير ذلك. يعني حنايا داك يعني العداله والتنميه، يعني فريق مستشار العداله والتنميه، يعني قدمنا واحد العدد ديال المقترحات باش نقضوا يعني الهفوات اللي يعني اللي وقع فيها المجلس. بان نعطيك مثلا الاشكال ديال حامد بن قاشور. حامد بن قاشور شحال هذه يعني كانت تكرى ب 120 مليون، واحد الوقيته يعني كراوها ب 55 مليون. واه السنوات باش يعني تكرات كانت تكرى 120 مليون، بمعنى دابا لو بغينا نكريوها يعني غيكون الثمن اكثر. يعني كراوها ب 55 مليون، يعني مقابل ان ذاك السيد يعني اللي كراها يدير واحد الاستثمار. فاتت يعني فاتت المرحله ديالو، لا قربت تفوت، ما دارش دوك يعني الاستثمارات اللازمه، هي حفر واحد يعني تقبيل. الاخوان جابوا لنا واحد يعني واحد المشروع اتفاقيه باش يمدوا له 25 سنه. يعني دابا انت ملي تضرب يعني 55 في 25 سنه، شوف شحال يعني غادي تخسر الجامعه. نعطيك مثال ديال واحد يعني ديال واحد المطعم دولي اللي في طريق تازا، يعني الوجداء يعرفوه. هذا يعني تفوتات له تقريبا نصف هكتار بواحد الثمن هزيل، واحد الاتفاقيه. واحد الاتفاق فوتت له واحد الاتفاقيه اللي ما صادقش عليها المجلس، والسيد مشى يبني. ومن بعد ما بدا يعني بدا يشتغل، عاد تعطاته الرخصه ديال البناء اللي تعطاته في 2010. حنا بحال هذا النوع ديال يعني ديال المقترحات ملي تجي لعندنا ترفضوها، لانه مقترحات. اش من خانه كتصنفوها انتم بحال هذه المقترحات؟ حنا تنصنفوها في سوء التدبير، وتنصنفوها يعني في المخالفه للقانون والهيئات، لان حنا ماشي قضاء باش نديروا باش نعطيو واحد العدد ديال الاوصاف. حنايا يعني تلاحظوا تراقبوا. لا فاش كتقولوا مخالفه للقانون يعني راه عندها هي مهمه اللي سنقول لك مهمه تداعيات. القضيه مثلا كما قلت لك ديال تسفيت الطرقات فعلا انه يعني ماشي الجامعه بوحدها يعني اللي تتقوم بهذا. وكما جاء في الروبورتاج لبعض هو كيقول بان هذا التسفيت مثلا ديال الطرقات او التعبيد ديالها كيخضع لحسابات سياسويه من طرف المنتخبين. صحيح تيخضع لحسابات سياسويه هذه العمليه ديال التسفيت. ماشي غير التسفيت والاناره والى غير ذلك من واحد العدد ديال الاشياء اللي في صالح المواطنين تتخضع. وهذا يعني اشكال يعني ديال كما قلت لك، يعني انه ما تنديروش يعني الانسان الكفء ولا الانسان يعني الاخر المستشار اللي غادي يخدم مصالح المواطنين بدون مقابل. طيب استمعوا للتعقيب. لا غير باش نكمل لك باختصار القضيه ديال تزفيت الطرقات. الاشكال ديال تزفيت الطرقات انه تنمشيو نزفتوا الطرقات يعني بدون برنامج زمني، بمعنى انه تنرهنوا يعني المواطنين باش يبقاو يجيو عند المستشار بدا يطلب منه عافاك زفت لي، وتلقاو يعني في الاجراءات انه تلقاو بعض المرات سي يوسف حي زفت وحي سي مقدر تلقاو بعض الاحيان يعني في الزنقه واحده نصف الزنقه يعني مزفت ونصف الزنقه الاخر. طيب سي مقدر لا غنرجع عندك مشيت تلقاو حتى في الاناره سي مقدر. اولا خصنا نفهم واحد الحاجه، في كل الديمقراطيات نتاع العالم كاين هناك الاغلبيه اللي كتسير وكتحكم، وكاين المعارضه. علاش تسمت المعارضه؟ لان ما عندهاش الاغلبيه في التصويت ديمقراطي، وهذا الشيء كان وجه خطاب حتى للحكومه، لان المعارضه من تكون اقليه. دابا الحكومه كتسير كدير القوانين، يقدر شي واحد يمنعها من ناحيه الديمقراطيه؟ هما حكومه كيديروا قوانين كيخرجوها كيجيبوها للبرلمان، كتكون عندك الاغلبيه كتفوت. هذا المنطق السليم. الان شنو وقع عندنا في المجلس؟ كما قال السيد الرئيس، هو ان هذيك الاغلبيه مع الاسف كانت واحد الاغلبيه ماشي منسجمه وهشه، لان لحسابات كل شيء راه معرفها. الجماعات المحليه هذا اشكال نتاع الديمقراطيه عندنا في المغرب. الجماعات المحليه الان كارثه بالنسبه للتسيير نتاع كل شيء الجماعات في المغرب. علاش؟ لان كاين هذه الحسابات. شي مره اليوم وهذه نقولها بكل صراحه، واحد العدد لان الا ما قلناهاش غادي المواطن يقول لنا رانا غير نكذبوا عليه. كاين المستشار اللي كيتشرى، وإلا ما جاش عند الرئيس يقول له دير لي هذه ودير لي هذه ودير لي هذه وما استجبلوش النزوات ديالو والطلبات ديالو، غدا يدير له المعارضه وغدا ما يجيلوش للدوره.
هذا إشكال للدولة. تكون عند الرئيس هذا الجرأة ويقدم استقالته ويعلن أمام الرأي العام بأنه أنا عاجز على التسيير لأنه ما مستعدش نضحي بالتنمية ديال ساكنة مدينة وجدة مثلا من أجل حسابات سياسية. هذا كان مفترض. الحقيقة خص الرؤساء كاملين بناء على هذا العمل اللي راك تقول، وهذا السلوك اللي عايشينه احنا مغاربة، كل شيء خصو يقدم. طيب فيما يخص هذه الأمثلة اللي ذكرتها أستاذ، هذه هي اللي قاعدين نجاوبك عليها. فعلا المطرح العمومي مهما قيل عنه فعلا نموذجي من حيث دفتر التحملات ديالو، لكن احترام دفتر التحملات ماشي صحيح. انه كاين اشكال اولا تاع الرائحه اللي ولات توصل للمواطنين، والسبب السيد الرئيس بسيط جدا، هو انه خصو يتغطى بالتراب اللي هو مسمى بلا تير فيجيتال، لان داك التراب اللي كاين بد فيه، لان هذاك الله خلقه باش ما يخرجش الرائحه، كيغطيوه بالتراب اللي من تحت وهذا كيخرج الرائحه. طيب فيما يخص مشكل الاسواق النموذجيه، صحيح مازال ما وصلناش للاسواق النموذجيه. باش نعد هناك سوق الجمله، سوق السمك كاين اشكال، لان المنطقه اللي كيتباع فيها السمك باغلى ثمن، وهذا الدور ديالي كجمعيه حمايه المستهلك. شنو وقع فيه؟ هو ان هناك تفاهم ما بين المزودين للسوق، لا دخل للجماعه فاج، المزودين بيناتهم كيتفاهموا بالتليفون، كيقول له ذاك الكاميون اللي راه جاي من هيها، والكاميون اللي ما يدخلوش يدخل غير واحد الكاميون، حتى يديروا لي فونتو زونشار، يعني صافي يعرفوا بان الكيلو تباع ب 700 درهم، خص الكيلويات الاخرين كلهم يتباعوا ب 500 درهم، فخص ضروري مراجعه المشرفين على هذه العمليه نتاع، وهذا مخالف تماما للقانون 0699 المتعلق بحريه الاسعار والمنافسه، كما تم تعديله في 0830. اذا هذا عمل ليجب المسؤولين. اسواق نموذجيه، الاسواق النموذجيه، الأسواق النموذجية مع الأسف شنو وقع فيها؟ دارت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الأحياء الأخرين. حنا الوجديين، وهذا مشكل، هو أنه كل شيء يبغي يمشي للوسط المركز، يعني لو سونتر، خصي اللي بغى يمشي يشري الحوت يمشي للمركز، ولكن كاين إشكال. أنا غادي ندير مشكل واحد وماشي المسؤولية نتاع السحجيرة، لا، هذه المسؤولية نتاع الرؤساء السابقين. هو ما يسمى باللي معروف عند الوجادة لو مارشي كوفار، السوق المغطاة اللي كانت معلمة تاريخية مهمة جدا، مع الأسف جاوبنا فيها عمارة، المسؤولين آنذاك بما فيهم الحاليين باقي المسؤولين خذوا كل واحد 5 حوانت، واحد خذا 6 حوانت، واحد خذا 7 حوانت، على أساس أنهم يطلعوا في الثمن ويبيعهم. شنو واقع الآن؟ الآن خاوي ولا ملجأ للمتسكعين، اللي يسكر واللي يشرب القرقوبي يجي تم، المشوشة والكلاب موجودين تم، وكاين إشكال آخر اللي هو أساسي اللي هو سوق السمك. دابا سوق السمك ما بغاوش الناس يجيو تما، عندهم الحق، علاش؟ لان السوق ما مبنيش وفق واحد المعايير اللي هي حقيقيه، ولكن هنا اقول للتاريخ بان لا مسؤوليه لهذا الرئيس، الان الرئيس خصو يصلح هذه الاعطاب. هناك اشكال اخر، هناك ايضا المجزره العموميه، المجزره العموميه ايضا ماشي في التاريخ ديالو، ولكن هذه تراكمات. المجزرة العمومية صرفت عليها أموال طائلة في إطار لسايدي، وضعية كارثية ديالها، أكثر سبحان الله تقول صرفت عليها الأموال، خلي ما تقاطعنيش الله يجزاك، من أجل تدمير هذاك السوق. طيب لذلك الآن طيب نستمع مشروع، لا طيب نستمع هناك مشروع أساسي أمام الرئيس فيما يخص الحصيلة، لأنه يقوم بمجموعة. احنا جينا نناقشوا الحصيلة في هذا البرنامج، باختصار السي بن قدور هذه مجموعة من الأوراش اللي خص الجماعة الحالية، وأنا استبشرت خيرا على أن هناك تفاهم بين المعارضة واللي الناس اللي كيسيروا على أساس أنهم ينكبونا على المشاكل الحقيقية. طيب ستمين، احنا جينا لهذا البرنامج أولا باش نناقشوا الحصيلة، من نقولوا نناقشوا الحصيلة نتاع التدبير نناقشوها من إيجابياتها ومن سلبياتها، لانه الى بدينا نناقشوا امثله غادي نقصيو المجتمع المدني. انا دابا في هذا النقاش اللي كيناقشوه واحد الطبقه سياسيه، انا غادي نحس راسي مقصي، هذه اول حاجه. اذا حنا غادي نناقشوا تدبير، طريقه التسيير، نناقشوا الايجابيات ونناقشوا السلبيات. حنايا كمجتمع مدني وانا كممثل جمعيه الشباب، حنا ما غاديش نشوف انا المارشي نتاع القزاره ولا المارشي نتاع الخضره ولا المارشي نتاع لا انا ربما كرئيس جمعيه حمايه المستهلك هذا هو الاهتمام ديالي، ربما الاهتمام ديالي عندك ما يهمنا اليوم هو السكينه ديال وجده، خاصك تموقع في المجتمع المدني، لان كنشوف كتهضر باسم الدور، كتهضر باسم المجتمع السياسي، خاصك تعرف شي واحد تطور فين. طيب امثله الى تحدينا غير في امثله التسيير، صنف راسك، نقدروا نعطيو امثله اخرى نتاع التسيير اللي ناجحه، وهادو ما غاديش نقدر نعطيها انا الرئيس هو اللي عنده الكفاءه انه يحط هذا الشيء. حنايا كشباب
كشباب مدينه وجده بغينا راه عندنا واحد الظاهره اللي راه تنهك الشباب، هي ظاهره القرقوبي. حنا راه خصنا من ياخذوا بيدينا، ما خصناش حنا هاد النقاشات، ما خصناش حنا هاد الهضره، هاد الهضره حنا ما غادي لا تسمن ولا تغني من جوع. ولاحظنا في الاونه الاخيره واحد النوع نتاع الهضره والفساد حنا الفساد راه عندنا كشباب، الفساد هو السرقه. اذن واحد كيسرق وانت عندك الملف ديالو وكتلوحو قدام الراي العام انني عندي ملف نتاع الفساد، غادي نجيو الملف نتاع الفساد بعد. لا غير باش نكمل هاد الفكره باش نوصل الصوت نتاع الشباب انه انا كي غادي ندير نشوف لهذا العمل السياسي او استاذ وواحد الانسان اللي كيمثل الساكنه 24000 ولا 25000 نتاع الساكنه اللي صوتت عليه ودارت فيه الثقه وعنده هو ملفات وكيقول لك الفساد ورغم ذلك حنا خصنا الشفر يتشد. خصنا انا كشاب عندي 25 سنه في العمر ديالي خصني اللي كيسرق يعني البلاد. يعني هي فقط نوع من المزايدات وخاص فيها المزايدات وفيها السياسويه. طيب ما بقيناش حنا كمجتمع مدني ما بقيناش نثقوا في المجتمع السياسي الا من رحم ربي. لانه علاش ولاو مصطلحات السياسويه والشعبويه كيستعملوها وحنايا كشباب ما حطوناش الارضيه. حنا ملي قرينا السياسه قراوها لنا في الجامعات، قراو لنا السياسه هي مجموعه نتاع هي رؤيه وايديولوجيه في المدى القصير والمدى البعيد. ما وراوناش ان عندي ملفات وغادي نفضح وغادي ندير وغادي اللي الحزب ولا المجتمع السياسي اللي باغي يطلع بهذه الطريقه. انا غادي نقول لكم من هذا المنبر انه غادي يفشل لانهم ما كيامنوش بواحد الحاجه سميتها الديمقراطيه التشاركيه. ما كيشاركوناش، كيتشاركوا غير بيناتهم لواحد الحاجه اللي خاصتهم هما انهم يوصلوا لذاك الحكم وانهم يبقاو هذا سوق ما دارش هذا سوق. خاصهم يدخلونا في الفكر ديالهم. طيب تكون المجتمع المدني. استمعوا السي حجيره. اخوان يمكن نحرفنا على النقاش. موضوعنا مش هو الديمقراطيه التشاركيه، موضوع اليوم هو تنميه مدينه وجده. اتصلوا بيا الاخوان ميدي انصاد قالوا لي غادي تجي باش تقدم الحصيله. احنا هنا اربعه ديال الوجاده وكيشوفونا المغرب كله. من المفروض انه نقدموا بعد المدينه ديالنا كيفاش تطورت وكيفاش تغيرت وكيفاش كانت قريه كبيره ولات مدينه نموذجيه. والاخوان في المعارضه كيفاش تغيرت؟ شكون غيرها؟ شكون غيرها؟ وخصنا نديروا واحد الحاجه باش حتى واحد يبقى يتزايد. صاحب الجلاله فوق كل اعتبار، وصاحب الجلاله هو اللي غير المغرب كله في هذه السنين الاخيره. ماشي هذه مساله فروغ منها. دابا حنا نناقش دور المنتخبين، راه حنا نتخبوا امور صاحب الجلاله. صاحب الجلاله عنده المبادره في المشاريع الكبرى على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي، باش ما نبقاوش نرجعوا نقولوا راه شي واحد. هذا راه اختباء السي حجيره امور المبادره الملكيه. لا صاحب الجلاله كي بالمجيء ديالو كيجيب الميزانيات. نتوما شنو درتو؟ شكون اللي كينفذ؟ نتوما شنو درتو؟ شكون اللي كينفذ وكيجتهد؟ هما الجماعات. المدينه ديال وجده ارتكزنا في التغيير ديالها على جوج. خلوني نهضر على المدينه ديال وجده ومن بعد ندخلوا في التفاصيل. حمام بن قاشر واحد الجزء صغير في المدينه. حمام بن قاشر سميتو حمام. ولهذا ما ندخلوش نجبدوه بحال اللي هو شي حاجه. هذا واحد المرفق صغير وتكرى ب 50 مليون في 2005 ولا في 2006 وانتهى الكريدي. ما نكبروش ونردوه موضوع حلقه. مدينه وجده ارتكزت على جوج حوايج، على تجديد البنيه التحتيه ما كان فيها والو، تفتقد لكل البنيه التحتيه، وعلى نعطيوها واحد الصبغه ديال المدينه. راه كنا كنقولوا حنا ساكنين في مدينه وجده ولا نحمل من الاسم الا الخيال، ما كانش مدينه. اليوم رحنا في هذه السنين الاخيره كنرجعوها فقط مدينه. علاش؟ كانت تفتقد الى البنيه التحتيه. كاع التجديد مختلف عرفت في هذه السنين الاخيره، تجديد مختلف شبكات ديال التحت، الواد الحار، شبكه ديال التليفون، شبكه ديال الماء، تجديد مختلف شبكات اللي تحت الارض. برنامج وجده من حمايه الفيضانات اللي تخسرت عليه 432 مليون درهم. مركز معالجه المياه العادمه. دابا راه مشينا دابا للمشاريع المهيكله. دابا حنا كنهضروا على يعني المبادره ديال الدواء. لا دابا ماشي مبادره. لا دابا خلينا بخير ندخلنا في هذا النقاش. كل ما تقوم به الحكومه اليوم هو مبادره. خليني نكمل. عندها مخطط، عندها مرافق. ما نديروش سياسه التهمه. ما حناش في حمله انتخابيه. لا ماشي انا لا تهمني السياسه اليوم. ما يهمني هو التنميه مدينه وجده. حاجه اللي نرفضها وما نتفقش مع السي اسماعيل الصديق ديالنا. ولكن نهضروا خلينا نكمل الجمله. خلينا نكمل الجمله. علاش حنا نتكلموا؟ ما يمكنش موضوع الحق هو المجلس الجماعي. عقل اقصائي، حنا اللي اكفاء والناس ماشي. لا ما يمكن. غياب الكفاءات. شكون اللي قال ما كاينش اكفاء؟ هاد الناس اللي منتخبين كما صوتوا على المعارضه صوتوا عليهم
حتى هما عندهم اصوات معينهم تحت ما يمكنش نبقاو نقولوا راه ما كاينش سوء التسيير لان ما كاينش الكفاءات. شكون اللي يحكم؟ شكون اللي يقدر يحكم على الاخر باللي ما كاينش كفاءات؟ هو المواطن، والمواطن عطى الصوت بمعنى لا هي اختلالات، هي اختلالات، هي الملاحظات ديال ما يمكنش نبقاو حنا الحسابات هي العدد ديال الحسابات. لا 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 شوف ما خصنا تبان لي خصنا نحترموا حتى الارضيه ديال النقاش، لكن غنتكلموا على الجامعه، غنتكلموا على الجامعه، لا لا باش ما نحوروش النقاش حول شيء اخر. اخر المدينه لمده سنتين نحوروا علينا، احنا جينا باش نسوقوا مدينه نموذجيه. عاد قلت استحجره بان راه ما بقاش مشكل، لا سنتين غنبداو نهضروا على المبادره ديال الدوله. خلينا استحجره، لا اذا هنا خصنا نجيبوا رئيس الحكومه نناقشوا معاه. انا نناقشوا اليوم رئيس الحكومه عاد جديد شنو دار؟ اسمح لي، لا اذا نهضروا على الوزاره نجيبوا القطاع الحكومي نجيبوه. لا شوف هو رئيس الحكومه السابقه، الله يخليكم الله الحكومه ما شفنا منها والو. اذا خصنا نجيبو الحكومه من اللي جات ما شفنا والو. المره ديال الاداره ما يهمني هو ساكنه وجده، هو ساكنه وجده. لا شوف على كانوا النقاش هو الجماعه المحليه، لكننا غنحترموا ارضيه النقاش. هذا الشيء اللي قلناه كيتصاوب في وجده مبادره الاخر نهايه هذه الحلقه ونشوف حالتنا. حنا ما درنا والو، الدوله هي اللي غدير. هذا الشيء خطا، لا الجماعه المحليه دابا نتكلموا على الميزانيه، هذا تضليل المواطن. دابا السؤال بمعنى هاد الناس تكلم على الباقي اختي سيفلاصوه. اسمح لي تكلم على بمعنى كل ما هو تكلم ايجابي على الاشكال ديال الاناره دارته الدوله. لا 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 كل لا ما هو سلبي داروا الجماعه. حنا بغينا الايجابيات والسلبيات. شنو قال ديال النقد؟ خلينا خلينا نقولوا الحوايج اللي داروا، اللي داروا المجلس، اللي داروا المجلس من بعد، ومن بعد اللي الى عندنا اختلالات حنا مستعدين. راه شوف لن تنتهي الاختلالات، اختلالات سوف تبقى، وكل مجلس غادي يجي وغادي يعالج واحد الجزء من الاختلالات. راه ما كاينش شي مجلس اللي غادي يمر طيب وغادي يجيو فيه العباقره ويحلوا مشاكل. ما تم انجازه من طرف المجلس؟ تجديد وتوسعه الشبكه الطرقيه، مبادره ديال الجامعه هي اللي حطت البرنامج، وهي اللي حطت اكبر عدد من الفلوس بواسطه الكريدي فيك. 15 مليار عندنا احنا حطيناها، وجابت الوزاره الداخليه 10، وزاره الاسكان 8، وجوج من التنميه الاقاليم الشرقيه. هذا الشيء باتصال ديال الجامعه، حنا اللي مشينا رغبنا. طيب ثانيا، ثانيا جينا ودرنا تقويه الاناره العموميه في المدينه، برنامج ديال الجامعه. جدنا ودرنا بشراكه مع وزاره الاسكان الصيانه وتجديد المساحات الخضراء في المدينه كلها. ما كانش انتقائيه، ما كانش انتقائيه في الاحياء. 7 المليار في الاحياء كلها شملها، راه غادي يشملها هذا الشيء. وغادي وكان عندكم كيفاش نعطيكم الخريطه ديال التوزيع، غادي تشوفوا بان الاحياء كلها استفدت. تثنيه الطريق الدائري ما بين وجده. واش البرنامج الزمني؟ واش الناس عارفين امتى غتزفت له الطريق ديالو؟ انا جاي، هذا الشيء اللي قالوا السي اسماعيل هذا راه اشكال. هذا الشيء اللي قالوا السي اسماعيل قضيه الاناره، هذا الشيء اللي قالوا السي اسماعيل. انا ما كنتش باغي ندخل في واحد المزايدات، ولكن نقولوا الحق. لا انا ما يهمني هو هادشي ديال الاناره وهادشي ديال النظافه، ما يهم ساكنه وجده. المزايدات السياسيه وهذا لا تهمني. من قبل كان غياب ديال لاكور دي كونت على المراقبه، ما كانش كيجيو باستمرار. من ولاو كيجيو باستمرار ولينا كنعرفوا الحوايج اللي خصنا نديرهم والحوايج اللي ما خصناش نديرهم، لان في كثير من الاحيان كدير واحد الحاجه عن حسن نيه وكتكون عليها ملاحظه. اليوم اتحدى المعارضه واخا اصدقاء، الا كاين شي برنامج ما فيهش، الا كاين شي تزفيت ما خاضعش البرمجه مقننه من قبل، وكانت ملاحظه ديال لاكور دي كونت في السنوات الاخيره هو انه كيقول لك ولا بد دير برنامج مع المهندسين وتمضي عليه وعادي يبدا يخرج للتطبيق. ما كاينش شي حاجه كتصاوب فيها انتخابات، ما كاينش شي حاجه كتصاوب في المدينه وكيخرج الرئيس ويقول لهم انا اللي راني كنصاوب لكم. ما بقاش هذا الشيء، ما بقاش. لا حاليا ما بقاش، ما بقاش هذا بفضل. لا دابا بفضل الدوله، بفضل لاكور دي كونت، بفضل الحكومه. حنا ما عندنا والو. علاش هذا الشيء ما كانش قبل اسي؟ شوف هذا الشيء، علاش هذا الشيء ما كانش المدن بما فيها المدن؟ علاش ما كانش غير قبل؟ لا غير علاش ما كانش غير قبل شهر فبراير اللي فات؟ لا سيدي هذا الشيء اللي كنقول لك 2010 بدا. طيب سنواصل هذا النقاش، سنواصل هذا النقاش. غادي خليني نكمل لك. تهيئه الشوارع الرئيسيه الجامعه اللي كدير هذا الشيء، تهيئه الساحات الكبرى بالمدينه الجامعه اللي كدير هذا الشيء، تهيئه ديال المساحات الخضراء كما قلت لك الجامعه اللي كدير هذا الشيء. شوف كاين العمران، كاين وزاره الداخليه، كاين الولايه. هذا قلنا لكم في الاول، انطلقنا من منطلق على اساس انه هادو مشاريع درناها احنا كجماعه في حين ماشي حنا. هادو مشاريع صراحه دابا راح نخلطوا علينا. هادو مشاريع شهر سهر عليهم صاحب الجلاله، لي فون جابتهم شويه الجامعه مساهمه، شويه الادارات ديال الدوله. وفي كثير من هاد المشاريع كاين اجتهاد ووقوف ديال المسيرين
ديال الجامعه اللي كيمشيو يقلبوا على لي فون ويجيبوهم. طيب هذا يحيلنا الى المحور الثاني، ساعطيك حق الرد استاذ زكار، هذا يحيلنا الى المحور الثاني من هذا النقاش حول افاق تنميه مدينه وجده. كما جرت العاده سنناقش هذا هذه النقطه بعد متابعه هذا الروبورتاج. مدينة وجدة بأعين أهلها ليست هي نفسها في أعين من سواهم. السكان الذين عايشوا سنوات ضياع المدينة استبشروا خيرا بعشرات المشاريع التي وشحت صدر المدينة خلال السنوات الأخيرة. محمد بعرور واحد من الشباب الذين عايشوا ماضي المدينة القرية وحاضر المصالحة مع تحديث وجدة. مدينة في نظر محمد عقت أبناءها دهرا طويلا، فلا فضاءات ثقافية ولا مرافق رياضية يلجأ إليها الشباب لتسجية أوقاتهم. مدينة وجدة هذه مدة تاع 5 سنوات 6 سنوات كانت تفتقر المسائل الرياضية الثقافية، يعني من بعد الاهتمام المولوي تاع صاحب الجلالة قدرت مدينة وجدة تكون مدينه كيطبع عليها واحد الطابع ديال قروي، الى بحيث اصبحت تكتسي واحد صبغه ديال المدينه الحديثه العصريه. محمد شاب الثلاثيني وككثير من شباب المدينه، بعدما اغلقت ابواب الشغل في وجههم سلكوا سبيل التشغيل الذاتي، لكن الحظ الذي حلف بعرور غاب عن نصيب كبير من اقرانه في تسيير مقاولاتهم، فكان الإفلاس في الانتظار. الإشكال الكبير هو هذا اللي مطروح، لأنه دابا كما كنقولوا بعض الشباب اللي فتحوا المقاولات ديالهم وما قدوش يستمروا لأنه القروض، وكاين أمثلة كثيرة، مثلا بعض الشباب اللي فتح مدارس خاصة ولكن الكاهل نتاع القروض ما قدوش يتسيروا، لأنه الإنسان دار في واحد الوقيته القرض خدا واحد الكريدي اللي من بعد جات واحد القانون نتاع وزاره التربيه الوطنيه اللي كتقول له ودي عدد التلامذ في كل مؤسسه هشحال، دونك هو ما كانش داير على حساب هذاك العدد، دونك اوتوماتيكمون هنا غادي يكون عنده واحد الشيء نتاع الافلاس. التطور الذي عرفته عاصمه الشرق خلال السنوات الاخيره لم ياتي فقط بما تشتهيه الانفس، كثير من الوجديين وجدوا انفسهم في مواجهه موجه غلاء مست قدرتهم الشرائيه، كما لم يسلم منها قطاع العقار. بالنسبه للساكنه تاع مدينه وجده، الى جينا نهضروا بالنسبه لواحد 10 سنين قبل، كان المعيشه كانت رخيصه، دونك من بعد المستوى طلع، لانه كما هضرنا قبيله كانت واحد النهضه اقتصاديه اللي طلعت المعيشه، ولكن مؤخرا الدخل نقص، دونك الناس المعيشه غلات الدخل نقص، دونك هنا ما بقاتش واحد الموازنه، لانه الناس دابا تولف واحد لو سيستيم تاع المعيشه الفوق، ولكن دابا خصوصا في هاد السنه هذه الازمه الاقتصاديه اللي كتعرفها العالم باسره، اللي كما كنعرفوا مدينه وجده كتوفر على واحد العدد كبير من المهاجرين، وهما اللي كيعطيو واحد النفس للمدينه، دونك هاد النفس هذا اللي كما كنقولوا تقطع بالازمه العالميه.